أهل السنة والجماعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم، هم وسط في نعم أهل السنة والجماعة على السنة متيتهم جماعتهم بغنبارهم صحابهم يا جماعتهم تيتخر آخر يغلياش مؤو يكوميتش لنقيتم جي محاوي يغلياش لنقيتم جي يامشو يكوميتوشتش ورسجل بما أميرينو أخدوشتخر أهل السنة والجماعة. فعندنا من يكفر بالجملة، يكفر كل المجتمعات، يكفر الأئمة، يكفر الحكام، نعم هؤلاء أهل التكفير. تبخر تخر تخبر تكفير يا خويش وآخر جهور خواه ودين ميش آو قيثتو وتخم قرالهم يا ونفش مسلمان ونفشهم آخر جهور يا فيش وشتخر آخر أهل التكفير شو أرى آخر تكفيريست ورسكم شو أخرى. القسم الثاني من لا يكفر أحدا، حتى إبليس لا يتعرض له بالتكفير ولا يكفر حتى الكفار اليهود والنصارى. يتوانا آخر زأحر تكفير خر تكفيريست خر مدري أحر جور زمي فامشو چیستان خری جورت خری مشرک خری آخری جور خوشم او عریت وانه زگوبش مد میتریشن قم چشو آخری یه غزه یا و میتریشن قم چه یه راغزه مگم ز اخو قچه یه راغزه میتریشن پنش اخو قچه یه راغزه صحیح ان نتوسط ترزر یکم ویتن راب لا يمكن أننا نحكم على الأشخاص دون الرجوع إلى كبار العلماء أو إلى القضاة الشرعيين. يكم ويتر الحشكم جور قيثتار جور قيثتان را صف قرم خحاو شتما صف قرم خحاو شتما عار قاضم عالم خرابي أخر ستيتر دخس سخون ورزخز خزغة جفنوري آخر أبي أخم ينافس شنخير. سبحان الله، بعض الطلاب لا يستطيع أن يتكلم في مسألة في الطلاق، خروج مرأة من عصمة الرجل من الزوجية هو لا يقدر عليه. ينقى طالبهم يجاكوهم طلاقهم يحطا وعروا رسجل بمرزفوت شويرا يخجي جنر شخوصر يخجي جنر يحطاوا شان غمتي شحاوي يبسلفهم. فكيف يتكلم بخروج إنسان من الدين بالكلية؟ أو داوز ربسا زر تبسا تحرى قد تسخر أخم خزم تسخجم خزم تسخجر دينم تسخر يبغى جنر تسخم تكفير قبشن داوز ربسا تحرى أخوهم. هو الآن لو كفر المجتمعات، لو كفر الحكام، ماذا يستفيد؟ ستا بسببه خيخر تسخبم تكفير يا أخيش ما دينم يغى جنر ويبشما ونفشخر جور ويبشما. هل سيقف عند هذا؟ لا يقف، لأن هذا مرض، نسأل العافية والسلامة. أبدأ أشوف أنه حوق أنه مستوجب مار وزم وده عاجب بيشانه. والبعض الطرف الآخر لا يكفر أحدا. أدريخر أر مرجع شو آخر أخم زري جورو يابش سوري إيمان يا ويابش. نحن الآن لابد أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نتوسط. تدز تيتن خير يكيت غوغر غوغ زاخر غوغ قابزر هاد محمد صلى الله عليه وسلم را الصحابة خمر رضوان الله عليهم أجمعين رز تيتارا. لابد نحذر الطلاب من التجرع على الفتوى، من التجرع على التكفير. تا ميسا غدو يجاز وعال دخل أخوي جن خوي أغدو تيم بشوان وتكفير أخوغم فتوى جنم دينم جا بس مرحى لدش مرحى رمش مرازر شتن خوي جواع خوغ زخام شجم خم بسلنو خوي جن خوي طالب خر ستودينت خر.